تأثير التربية على علاقتنا بالمال، موضوعنا اليوم بفاملي. كيف مننظر للمصاري؟ أيمتى بيخلق هالمفهوم للمال أو الوضع المادي؟ مين له سلطة أكثر على الوضع المادي بالبيت؟ منين منتعلمه؟ وشو العلاقة بين الوضع المادي عند الشخص والسعادة؟ أسئلة كثيرة رح نطرحهم على ضيفتنا نضال صادق. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. شرفتينا نضال. حضرتك معالجة نفسية، في كتير أسئلة منطرحها على نفسنا نحن عم نكبر عن المال. كيف بيتكون مفهوم المال عنا؟ ليش في أشخاص عندهم بخل وليش في أشخاص عندهم كرم؟ وشو علاقة التربية بتكوين مفهوم المال براسنا؟ وين وكيف بيخلق هالمفهوم نضال؟ بتعرفي أول يعني أول مفاهيم التربية هي بتبلش بالبيت، خاصة وقت نبلش نحن نلقن أولادنا أشياء حبين يتعلموها بالحياة. يعني أول ما نبعته على المدرسة، وقت يسألنا ليه عمره على المدرسة، بنبلش نقول تكبر تشتغل وتطلع مصاري. يعني بنبلش بدون ما نحس نفسر له أنه هيدي كونتينويتي، يعني تاب النهاية نطلع مصاري. يعني وقت نحن نحكي عن العلم ما بنكون عم نحكي عن قيم، عن ثقافة، ما عم نحكي عن تطور، ما عم نحكي عن غنى نفسي وغنى ذهني، لا. ليكي كيف بنربطها دغري برابط المال، كأنه هو المال هي النهاية. يعني بطريقة غير شعورية عم نزرع أهمية كبيرة للمال بكل خطوات حياتنا. صح. وهو للأسف يعني احنا بنعرف يعني من زمان كل الناس عندها رهبة المال، يعني المال عنده سلطة باللاوعي حتى عنا انه هو شيء مهم لازم نسعى لقله. هو هيدا الشيء فاكتور طبيعي. نعم. بالعكس انه هو عنصر أساسي تنحنا نعيش حياة كريمة. يعني من هيك المجتمعات اللي هي مأمنين له الماء، الصحة والملبس والمأكل والغذاء، هول المجتمعات صارت متطورة وصارت المال بتحسه هو عنصر مكمل تهي تكفي. نعم. حياتها بالكمالية، ولكن مش من أولويات، مش من أولوياتها معظم الناس مثل ما هو عنا. يعني عنا من ربي الولد على أساس أنه بتنشأ وبتفوت على المدرسة وبتتعلم وبتشتغل وبتعمل مصاري. يعني الهدف الأساسي بنهاية المطاف أو الطريق هو أنه تنتج مصاري. صح. بس هو كتير مهم انه نحن نفسر له الولد ليش بدنا المصاري، لشو بدنا نستعملها. من هيك بنشوف اولاد، خاصه المصاري بتكون كلمه كتير بتتكرر بالبيت. يعني انا بدي اشتري هيدي الشغله، لا ما في مصاري. بدي اروح لهون، لا ما في مصاري. يعني ما بيفسروا له اذا هيدا الشيء لازم يعمله الولد هلا مناسب او مش مناسب، لا بفوتوا له كونسبت انه نحن ما معنا مصاري، انه دائما في قله، دائما في نقص. يعني وخاصه هيدا المفهوم بس يفوت عند الاولاد بصير مفهوم بيخلق له قلق. يعني أنا بس أكبر بدي أجيب مصاري، بدي أعوض على أهلي، بدي دايما جمع 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 توصل أهلي، محيلهم هيدي الفكرة تعوض عن هالنقص اللي كان عندنا أو اللي ربيت فيه. دايما بيحكوا عنه أنه فكرة المصاري هي أهم شيء. نضال، ذكرت شغلة أساسية قبل شوي اللي هي المال هو رمز للسلطة، ولكن بالبيت الأب هو كمان رمز للسلطة. هون مين عنده سلطة أقوى بين الاثنين؟ بتعرف هو للأسف ما فينا نقول مين عنده سلطة أكبر، لأنه هلأ ما بعرف الأب قديش عم يلعب دور ووين عم بيكون هالقد أساسي وما يقبل يتسامح وما يقبل يزيع عن دوره. يعني بنعرف نحن كلنا أنه دور البي هو الأساسي، هو رمز للسلطة، بس كمان المال هي رمز للسلطة بالصحة النفسية. يعني هي لأنه بتعطي بذات الوقت القوة، هي محل أنه الإنسان بحس فيه سبور، بحس بالأمان. يعني كيف البي بيعطينا الأمان، كمان المال بيعطينا أمان، لأنه نحن بدون ما نحس إذا كنت أنا مني قادر أمن العناصر الأساسية لعائلتي بدي حس بالقلق. لهالسبب هي مكمل لدور السلطة وهي مكمل لدور الأب، وخاصة أنه الأب هو رمز للمال. يعني كان من قبل البي هو يظهر من البيت تجيب المصاري. نعم. كان هذا دوره الأساسي، دوره الأساسي بالحياة إجمالا. صح. وهو بعده مستمر. يعني الأولاد بتشوف بيها هي بتظهر من البيت تجيب المصاري تهني يعيشوا، تهني يأمنوا طلباتهم، تيكونوا عايشين مبسوطين. يعني هيدا رمز من الرموز. نعم. اللي هن أساسية عند العائلة وعند الأولاد. لذلك مفهوم المصاري أو موضوع المصاري عند الولد أو بذهن الولد مرتبط مباشرة بالشعور بالأمان.
يعني لما منربي الولد على أساس طالما في مصاري أنت بأمان، هالشي ممكن يتزحزح إذا مرقت فترة فقدنا هالإنتاج. بتعرفي نحن بس نكبر كل ولد شو عيش ببيته بده يرجع يعيشه، أو برد فعل عكسي، أو أنه بطريقة ينقل اللي عيشه عند أهله. يعني إذا كانت العيلة عيشة ببحبوحة، الولد بجرب يعيش أنه دايماً هو ببحبوحة، أو بصير بحبوحة أهله ما كان راضي عنه، بجرب أنه يشتغل بطريقة عكسية ويكون هو عنده انضباط للبحبوحة اللي كانوا أهله معيشين إياها. يعني إذا خاص كان عنده انتقاد لتصرف أهله تجاه المصاري، هو بيجرب يعيش بطريقة عكسية أو يعيش بطريقة عم ينقل الشيء اللي عايشوا يا أهله. لهالسبب كتير مهم أنه نحن نكون واضحين بهيدا المفهوم ونفسر أولادنا أنه المصاري هي قيمة بالنهاية، كيف نعرف نستعملها وسيلة وبذات الوقت قيمة، لأنه هي بمحل بتعيشنا بكرامة. يعني نحن ما فينا ننكر أنه هيدا شيء مهم، بس بذات الوقت نعرف أنه مش هو الأولوية عنا بالحياة، لأنه كل الدراسات بيّنت أنه بالنهاية المصاري ما بتجيب السعادة. صح. المصاري هي بدنا نحكي عن هالموضوع أكثر، ولكن بدي أحكي قبل عن واقع عم نعيش اليوم بلبنان. للأسف نحن عم نعيش بمجتمع بنسميه materialistic society، مجتمع كتير مادي، في كتير بزخ، وبنفس الوقت في كتير فقر وقلة عند معظم الشعب اللبناني. هالشي شو بدل على الطريقة اللي منربي أولادنا فيها؟ بتعرفي لأنه مثل ما سبق وحكينا أنه نحن كيف عشنا ببيت أهلنا، نحن مننقل هيدا الشيء، خاصة بمحلات أنه في فترة قطع لبنان فترة حرب، يعني كان الوضع الاقتصادي صعب. يعني نحن فينا نقول أميت وبيات هيدا الجيل هن أهل نقلين حرب ونقلين وضع اقتصادي صعب، فبيجربوا قد ما فينا، وخاصة وقتا نحن بيكون عنا كونسبت الحرب براسنا أنه نحن بلد بدنا نعيش، فبنكون عنا يعني مبدأ التبذير براسنا باللاوعي عنا أنه أنا اللي أنا بدي أعيش، بدي أخلص كل شيء هلأ، تعيش وكأنه ما في بكرة. صح. لأنه بكرة مش مضمون، وخاصة الناس أنه في كتير دراسات بيّنت الناس اللي بتبذر هي ناس عايشة بس غير سعيدة، يعني كأن ما بقى عندها قيمة للعيشة. وقتها بالكلينيك بنقول لهم روحوا عيشوا، ما بيعرفوا كيف يعيشوا، بيفكروا إذا صرفوا مصاري هون عشنا. وزيت الوقت في ناس هي بيكون قلة الثقة بنفسها والقلق لعيشته، يعني وما عندها مكانة اجتماعية معينة، بتفكر أنه إذا كنت أنا مادية أو عم بذر أو بنفس الوقت أنه أنا كأن عم بشتري الأشياء تقول أني أنا موجودة. وهون دايما منشدد أنه ليش بنرجع للتربية وليه دايما بننطلق من التربية، لأن هي التربية أساس، خاصة إذا نحن منقدر نفوت على قلب أولادنا وعلى صحتهم النفسية أنه هن موجودين بدون هيدي الأشياء المادية. نضال معنا اتصال ممكن ناخده. أكيد. صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا، تفضل. بتقلك شغلة بالنسبة لإلي. صباح الخير. بالنسبة لإلي ما بعرف ليش شو عندي مشكلة أنه المصاري ما بتعني لي أبدا، مع اني عشت عيشه عاديه. هيدي نعمه استاذ، ما لنا مشكله. لا انه مثلا كيف بدي اقول لك، المصاري بحسهم ورق. الو. ايه عم بسمع. مصاري بحسهم هيك، يعني ما يعني ما لهم قيمه، ما بعرف، ما بحس انه له القيمه الا كرامه الانسان. نعم. هي كرامه الانسان، لانه ربنا قالنا لا تعبدوا الهين. وهيك لازم. والمال هي وسيله، صح، بس كمان الكرامة هي وسيلة أكبر للعالم تحترمك. الكرامة اللي ما بتنشر بالمال مفروض. مفروض. والتاني شغلة إنه الإنسان التاني، العالم البشر اللبنانية، مفروض نعرف إنه الإنسان اللي بيحكي اللي ما معه مصاري يمكن يكون إنسان فهمان أكثر من الإنسان اللي معه مصاري. نعم. هذه مش مقياس اللي معه مصاري إذا حكي. نعم. عطول معه حق. نعم. دخلتني السبب أنا عم بقوي شخصيتي وعم بقوي كل شيء، عالم تحترم إنسان اسمه شخص اسمه وليد بس. نعم. وليد بس بدي أسأله شغلي. نعم. لأنه هي مهمة، بس وليد بسرعة، أنت هالمفهوم صار عندك إيه، من وراء تربية أو من وراء حادثة صارت عندك؟ لا لا، هيدا ولا حادثة ولا شيء، أنا من أنت يعني على هالأساس تربى مفروض. لا لا، نحن هيك من بالبيت، يعني أنه قالولنا أنه المال هي عايزة حاجة لا أكثر ولا أقل، ما تفكروا فيها أكثر. نعم. من اللازم، لأنه عيش يومك بيومك. نعم. وبعدين
الحلال بعدين، مش انه عم اقول لك انا قديس ملائكه، بس انه انا عم اقول لك انه كرامه الانسان المفروض تحتفظ، وكرامه الانسان لازم العالم كلها تحترمه لانه اسمه فلان، مش نعم. لانه معه مصاري او نايب او فلان او علتان. نعم هذا مفهومي انا. وليد انا بشكرك على هالمداخله وبهنيك على هالنفسيه الحلوه، ويا ريت هيك بتحل على كثير من الاشخاص الموجودين بمجتمعنا اللي للاسف ما عندهم ابدا نفسيه قريبه من نفسيتك. ذكر نقطه كثير مهمه، المصاري مش لازم تكون مقياس للناس، وللاسف بمجتمعنا باغلبيه الحالات هذا هو المقياس، كميه المصاري اللي بيملكها الشخص بتدل على كميه الاحترام اللي بنقدم له اياها، وهالشيء كثير غلط. صح، لان هون بنرجع لمفهوم انه المال هو سلطه، ونحن ناس بنخاف من السلطه، ما بنعرف نحترم السلطه، يعني نحن اذا شخص بنخاف منه بيكون عنده رهبة علينا، بس من هيك الفرق بين الاحترام وبين الخوف. يعني نحن دايما منجرب نوصل المفهوم انه كتير مهم، يعني في ناس بتخاف من بيها، بس نحن منجرب نقول له نحترم بيك ما تخاف منه، يعني وهيدا ذات الشيء للبي ولكل حدا بيمثل السلطة، يعني قدي انت بتقدر توصل احترامك للناس وتوصل محبتك للناس، الناس بتبادل معك الاحترام هيك ما بتتبادل معك الخوف. نضال، بسط الأمور كتير، شو الفكرة الأساسية اللي لازم نزرعها بأذهان أولادنا بالنسبة لمفهوم المال؟ أهم شيء يفهم الولد أنه المال هو تنقدر أنا حقق مكتسبات عندي إياها، يعني تأمن عيشي كريمة ومحترمة ومريحة، بس مش على الصعيد المادي. يعني من هيك كتير مهم نحن نفسر أنه أنت وجودك مش المال بحدده، يعني أنت عم تتعلم تأنت تحقق شخصيتك، يكون عندك محل واستاتيو اجتماعي، يعني أنت تبعدين تصير شخص مهم اجتماعيا وعندك منتج بذات الوقت، مش محترم أكيد، لأنه هيدا بذات الوقت بيفرض احترامه اجتماعيا. كتير مهم نحن دايما نفسر لأولادنا أنه نحن إذا كان معنا مصاري مش هي بتحدد سعادتنا، فينا ما يكون معنا مصاري بس نحن بذات الوقت نكون سعداء. فينا نفسر لأولادنا ما نقول لهم القلق الاجتماعي اللي نحن بنعيشه إذا ما كان عنا المال الكافي، يعني أنا مش ضروري يكون عندي دايما قلق بدي اشتري لأولادي أحلى تياب، فيي بسط الأشياء ويكون ابن نظيف ومرتب ومبسوط ومهضوم ويلعب لعب واهتم فيه، هيدا كتير أهم من إني اشتري له كتير أشياء مهمة. من هيك في كتير ناس بنسألهم أنه أنت أي متى بتشوف أولادك؟ أنا ما بشوفه بس مأمن له كل شيء. يعني هيدا الجملة كتير مأذية على المستوى النفسي. إيه صح، هيدا الإنسان الفقير. خاصة أنه نحن عنا مفهوم أنه المصاري هي بتجيب لنا السعادة، ولهالسبب دايما منجرب نفسر للناس أنه في كتير ناس معهم مصاري بس هن بينتحروا، وناس منهم سعادة. يعني الملكة فيكتوريا كانت ملك العالم، يعني عندها المال والسلطة والثروة والبوفوار وكل الناس خدم عندها، بس بذات الوقت كان عندها ديبرشن كتير قوية وكانت تاخد أدوية لا هيدا الحالة تطلع من حالة الكآبة. بالوقت القليل اللي باقي معنا نضال، بدي أحكي عن فرق بين الشخصية البخيلة والشخصية الكريمة، هيدي وين بتتكون؟ هل هي ضمن كاركتير الإنسان أو كمان ضمن التنشئة؟ كمان ضمن التنشئة بتبلش، يعني هو الولد شو بيعيش بالبيت، يعني كيف بيكون مبدأ البخل عندهم، لأنه نحن بدنا ننتبه، في الإنسان يكون اقتصادي بدون ما يكون بخيل، في الإنسان يكون عايش بدون ما يكون مبذر، يعني من هيك هول المفهومين هن بيتناقضوا وكتير عندهم تشابه وبيت. يعني إجمالاً الشخص البخيل هو شخص أوبسيسيونال، فعنده كتير مخاوف بالحياة، يعني هذا شخص عاش فقر عاش اللي لأنه ملاقي كتير أغنياء كمان لا بخلق. عاش بخل ما عاش فقر، يعني من هيك بدنا ننتبه أنه اللي عاشوا عاشوا مع أهله، يعني عاش البخل مع أهله، وبدنا ننتبه هو لدي أشخاص، يعني بغض النظر عن مستواهم المادي أكيد. هي النفسية صح، يعني التعاطي. خاصة هو لأشخاص بيكونوا مش بس بخلة ماديا، كمان بيكونوا بخلة عاطفيا، بيكونوا بخلة بمشاعرهم، يعني هو لناس ما بيعبروا كتير يعني عن مشاعرهم، يعني الشخص أو طفل عايش ناقص على كل الأصعدة صح، لهالسبب بيطلع شخص بخيل. بدنا ننتبه وهون نضوي على هيدي الفكرة أنه هو لأشخاص
الأشخاص إذا بننتبه لهم اجتماعيا ما بيقولوا كلمة بحبك، ما بيقولوا كلمة إنه أنا مبسوط، نعم. يعني نعم. ما بيعبروا عن مشاعرهم بتضل مكبوتة. يعني كيف بيخبوا مصرياتهم كمان هيك بيخبوا مشاعرهم ونغلق. ونفس الأشخاص هن ناس المبذرين أو الكرمة، لأن الكريم كمان هو غير المبذر. الكريم هو بيكون بيوهب، بيعطي، بيكون نعم. عنده محبة نعم. بعطائه. المبذر هو شخص عم بكب المصاري لأنه منه عارف، يعني هيدا شخص بيكون مش ما عنده ضوابط نفسية تردعه انه يفهم مفهوم المصاري اللي بده يعوزه، بيكون عم بيكبه تيعبر نعم. عن حالة نفسية معينة. نضال صادق، شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات، كان حديث كتير حلو معك، اهلا وسهلا فيك. واقفي مشاهدينا واللايف بكمل، خليكم برفقتنا.